يعني مجرد لفت نظر بصراحة. في ناس بتحب تصنفر القطعة كلها وتلمعها، وأحيانا بلاقي فعلا كتير ما بيكونش محتاج إن أو الشغلة محتاجة إن هي تتلمع وتتصنفر والكلام ده، ولكن إيه ممكن يلاقي رزاية هنا رزاية هنا رزاية هنا بتاع 3 4 5 رزازات، يقوم واخد القطعة كلها مبلطها ونلمعها. وأحيانا الميزانة دي بتبقى رخمة في تلميعه، ومع إن الشغل ما شاء الله بيكون نظيف. انت لو اتنقوا برضو على قدهم، يعني بص رزازية اهي اهي تتنقى على قدها اهي، الرف ده فيه رزاز على فكرة، يعني قدر وهو بترش نطلع فيه شوية رزاز، ولكن هل معنى كده انه يتبلط ويتلمع؟ لا، ما يتبلطش على قدها اهي، ودي على قدها ودي على قدها، وهنا في يعني رفرف فيه بتاع 7 رزازات كتير بصراحة في الرفرف، ولكن هو نصيبه كده، لكن برضو ما يتصنفرش ويتلمع كله. فعلا الموضوع هيبقى اسهل، وهتلاقي شكل الورنيش البنطة بتاعته موجودة زي ما هي، لكن تبليط وتلميع ده فعلا بنشوفها. بنلاقي الشغلانات ما شاء الله نظيفه، ورغم ذلك تتبلط وتتلمع، فعلا ما بتكونش محتاجه. يعني حبينا بس ايه نتكلم في نقطه كده، اهي في رزه اهي برضك اهي، بص اهي اهي رزه اهي، وايدينا اهي نثبت بقى ايدينا دي ورزه اهي على قدها اهي، ودي ثابته البرجل ده ثابت اهو، وهي اهي ايه بقى تصنفر وتلمع القطعه كلها. ايه بس خلاص، هو يعني احيانا تيجي تبص للقطعه كده تلاقي كام رزازه، ممكن تتشائم او تتضايق، هبلطه ولمع كله، وممكن بعد الصنفره والتلميع يكون الرزاز لسه عالي زي ما هو، ما نبنى اننا مشطنا الرفرف وممكن مكان صنفره يفوتنا او حاجه. لا يعني مش عايزين نقول مهما كان العدد، لكن لا يعني في المعقول 3 4 5 6 ممكن لو 10 كمان، 2 4 6 8 10 احسن من انه يتبلط ويتلمع وتفقد الشكل بتاع الورنيشه او البونطه بتاعت الورنيشه دي. يعني الصنفره والتلميع بتموت البونطه دي خالص، بتخليها عامله زي اجنه ميه. وانتوا برضك عرفونا رايكم في التعليقات. صباح الفل.